البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نقرأ في مسائل متعلقة بشروط البيع، وأن الشروط في البيع إذا لم تخالف الشرع فهي مقبولة. قال المسألة الحادية عشرة: هل يجوز البيع إذا علق بشرط المستقبل؟ كان يقول أبيعك كذا على أن يرضى أخي، أو بعتك كذا على أن تجيئني بكذا. قال: فأكثر أهل العلم على منع البيع المعلق بشرط في المستقبل، ويقولون ببطلانه، لأن من شرط البيع أن يكون منجزا. وأنا أحمد جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا، لكن بشرط أن يحدد أجلا أعلى. انتهى. وأقول الراجح الجواز لعدم وجود المانع بشرط أن يحددوا فترة سؤال الأخ ومعرفة رضاه، لأنه إذا لم يحدد صار غررا ما يدرى إلى متى. المسألة الثانية عشرة: إذا قال البائع أبيعك السلعة الفلانية على أن تأتيني بالثمن إلى 5 أيام، وإلا فلا بيع بيننا، هل يصح هذا الشرط؟ أبيعك على أن تسلمني الثمن بعد 5 أيام. من يجيب؟ يجوز، شرط لا ينافي الشرع. مذهب الشافعية البطلان، لأنه في معنى تعليق البيع فلا يصح، وهو قول زفر. وقال مالك وأبو ثور وأبو حنيفة: إن كان الوقت إلى 3 أيام صح البيع، وإلا فلا. وحكى ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن أنه يصح البيع والشرط، وهذا القول هو الراجح، وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن التعليق في هذه المسألة تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد، فجاز التعليق لأن الفسخ أوسع من العقد، فلهذا جاز تعليقه بخلاف العقد. المسألة الثالثة عشرة: إذا قال البائع للمشتري بعتك كذا على أن تبرئني من العيوب المجهولة، يعني إذا وجد بيع فأنا بريء منها، هذا يسمى براءة من العيب، براءة من العهدة. قال الجمهور على أنه لا يصح الشرط ولا يبرأ من العيوب، وهو الأشهر في مذهب الحنابلة، وهو قول للشافعي، وقال به شريح وطاووس وابن سيرين وإبراهيم والحكم وحماد وعطاء والحسن وإسحاق وغيرهم، ومذهب الظاهرية. وعن أحمد رواية أنه يبرأ، المقصود أنه ما يخفي هو العيب بنفسه، لكن يقول إذا ظهر فيها عيب أنا ما أعلم فيها عيب، لكن إن ظهر فيها عيب فلا أتحمل، هكذا معناه تبرئني من العيوب المجهولة، أي هو نفسه ليس مطلعا عليها، بخلاف ما لو علم بعيب وأخفى. وعن أحمد رواية أنه يبرأ، وهو مذهب مالك وقول للشافعي، وعزاه ابن المنذر لأبي ثور وأصحاب الرأي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم رحمه الله. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه باع عبدا على البراءة، أنه باع عبدا بالبراءة، أي مع براءته من العيوب إذا ظهرت، وأقره عثمان على البيع، ولكنه فسخ عليه البيع لأنه طلب من عبد الله،
أن يحلف أنه كان لا يعلم بوجود العيب فأبى أن يحلف. أخرجه مالك بإسناد صحيح. هذا فائدة فيها أن عثمان أيضا رضي بهذا، لكن قال طلبه باليمين أنه لم يعلم بوجود العيب فأبى أن يحلف. والظاهر أن هذا الإباء تنزها عن الإيمان، وإلا الظن بعبد الله بن عمر أنه لم يكن يعلم بالعيب ولم يخفه، ولكن أهل الورع وذوي المروءة يرى أنه يفسخ خير من أن يحلف. أخرجه مالك بإسناد صحيح. قلت هذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تنبيه: هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يعلم البائع بالعيب، وأما إذا علم بعيب فالواجب بيانه وللمشتري الفسخ، يعني إذا اطلع على العيب وعلم أن البائع كان يعلمه فهو له حق الفسخ، والله أعلم. المسألة الرابعة عشرة: إن باع أرضا أو دارا على أنه 10 أذرع فبان 11 ذراعا أو 9 أذرع، يعني بان بخلاف ما حدده، إذا تراضي في الزيادة على أن يتركها البائع مجانا أو يشتريها المشتري بالثمن صح البيع على الصحيح من قولي أهل العلم ولا إشكال. وكذلك في النقص، إذا تراضيا بأن يأخذ المشتري الأرض أو الدار ناقصة ويترك الثمن للبائع، أو يرد البائع قيمة الناقص صح البيع ولا إشكال أيضا. أما إذا اختلفا فللبائع الفسخ في مسألة الزيادة دون النقص، وللمشتري الفسخ في النقص دون الزيادة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة وفيها خلاف. ويستثنى من ذلك إذا كانت الأرض محددة، يقول من موضع كذا إلى موضع كذا، يعني وقد رأى المواضع بنفسه، ولكن أخطأوا في ترقيم المتر أو العدد أو الأذرع، أخطأوا في الترقيم فقط، وإلا فحدودها صحيحة، من موضع كذا إلى موضع كذا ومن موضع كذا إلى موضع كذا. ويكون الثمن لم يبنى على الذراع وإنما بني على الجملة، فهذه الصورة الصحيحة أنه يمضي البيع يمضي ولا فسخ، لا على الزيادة ولا على النقص، لأن الأذرع لم تكن مقصودة. أما لو بني الثمن على الأذرع أو على المتر، قاسوه فوجدوه كذا كذا متر، فقال كل متر بكذا، فإذا بنوا الثمن على المتر وعلى الأذرع أو على ما يسمى باللبن، فهنا إذا بنوا عليه فالمسألة على ما ذكر. وأما إذا بيعت بالجملة دون نظر إلى الأذرع ولكن أخطأ له في الذرع فقال هذا يأتي كذا كذا متر، والمقصود هو البيع بجملته أو الأرض بجملته بجملتها وتحديدها صحيح، يحدها من موضع كذا الطريق ومن موضع كذا ملك فلان وهكذا، فهذا ليس فيها مراجعة، ليس فيها تراجع لا بالزيادة ولا بالنقص. إذن خلاصة أن هذه المسألة، ممكن نكتب خلاصة حتى تكتبونها عندكم، هذه المسألة مبنية على أن البيع، هذه المسألة مبنية على أن البيع بني أو على أن الثمن، على أن الثمن بني على عدد الأذرع، وأما إن بيعت الأرض
وأما إن بيعت الأرض أو الدار بحدودها أو بحدودهما وذكرت الأذرع تبعا وليست مقصودة فلا تراجع لا في زيادة ولا في نقص الله أعلم. تنبيه: إذا كان المبيع طعاما فباعه صبرة على أنها 50 كيلو فبانت أنها 40 أو بانت أنها 60 فلا إشكالها هنا، لأنها إن كانت زائدة أخذت الزيادة ولا ضرر على المشتري، وإن كانت ناقصة وفاه البائع من جنس ذلك الطعام، وإلا كان المشتري بالخيار بين أن يأخذها ويعطيه البائع قيمة النقص أو يترك السلعة كاملة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.